هذا طول أعماركم ولد في قرايا نجد هذه وابو عنده مزرعة ولا باس أمورهم زينة، لكن الولد مصلح ربه راعي طاعة وراعي صلاة وراعي أمانة. يوم أمرحه كالليل المبروك وهو يحلم أنه يا فلان ولد فلان ترى رزقك في العراق. وش جاء وين العراق؟ خلى الحلم. ثاني ليل مثل، عقب أسبوع مثل، رزقك في العراق. والله لا طر عليه العراق ومستانس عند أبوه. المهم جاء أبوه قال يبه قاسم، قال أنا وامرني الرحمن الرحيم، أنا ودي أروح العراق. قال يا ولدي وينك وين العراق؟ مضامي ومهالك وموت الحمر، شو وديك العراق؟ قال ما أدري، أنا والله حلمت ثلاث ليالي وما أدري من هالكلام. إيه زاد الكلام بينهم، رد عليه الولد اسم الله الولد اللي يروح للعراق. قال آمنت بالله وعلي التوكل، تدري توكل على الله رح، آمنت بالله. عطاه قاسم الله حق الطريق ومشى. يوم مشى وصل لين الزبير. يوم جاء الزبير ولا مصالحه مقضوبه ولا نخيله مقضوبه ولا كل عارف ان شغله واهل الدكاكين في دكاكينهم. يدور ما عاد اشتغل الا حمالي وشوبه ببطنه وجبه، يشيل من الصبح الى المغرب بوجبه. ما تجوع الا عندها الهمير. ماش ما حصل خير، قعد له يجي شهرين ثلاثه والله ما طواه الجوع طول. قال وش ذا الرزق اللي في العراق؟ احنا الحين في الطرف العلا تدري؟ وينشد اهل السوق واخوياه اللي يشيل ويحط معهم. قالوا انت وش تعرف؟ قال انا فلاح ولد فلاح. قال فلاح قاعد روح للبصره يا مال الغنيم. قال البصره اروح اشوف هالبصره من يوم تعنيت وشفت. يوم جو للنخيل للدنيا للمزارع البساتين مد النظر ويدور عليهم. حتى تعرفون ضعيف وثوب واحد ومن عارف سن الثوب يعني دثرته لك عليها لا انت. ويقوم قال يا الربع ما تبون فلاح طيب؟ طيب الله فالكم. ما تبون فلاح طيب؟ قالوا لا 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 لا. كل من شافه وناظر خلقانه وحالته كسيفه قال لا 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 ماني 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 اي. يوم جاء ذاك الرجال مار ولا الرجال يعرج عرجته مباينه الى جاي يمشي ولا يهتسع. شو يقول يا حسين شيب بالضمير تعانى يقولها راعي الشمال الحاصل بالرشيد. المهم رجال هتسعة جيدة ورجال فيها 62 63 وثقيل شوي. قال لكم عيني الرجال هذا ايش عنده اللي حاشاكم؟ قال والله يا عم فلان هذا فلاح يقول اني فلاح ولد فلاح ويدور شغل. قال ايه ردوا 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 تعال 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 ولدي. قال مرحبا. قال انت فلاح ولا؟ قال شوف شغلي الميدان. قال عندي نخل تعال معي. ويمشي هو وياه على هونه يعرج تني اشوفه وذا يبراله يمشي معه وش عندك وتسم نخلك وش بعدلمه وش حلو الما ومن هالكلام. حتى فلاليح على ما قال. يوم ادخل النخل اللهم يا كاف شوفت نسريها الا النخل مهمل لا نابته فيه عشوب ولا مهمه صحيح ولا فراخة نخل ولا حوس. قال ما ذا علم ثاني يقول هالولد هالحين. قال شوف يا معزبي جزاك الله خير نخلك هذا مهمل. قال انا عارف لكن انا بشوف فعلك. قال بس عفى الله عنك تدري عاد شلون؟ قال رتب نادر ولا توصى هالحين اقعد في هالفيه الله لا يهينك وانا بتحزم ولا تامرني ولا تنهاني بيني وبينك 3 أيام 4 أيام. قال بيض الله وجهك توكل. قال عطني المحاش وعطني المجارد وعطني المساحي وعطني العدة قربها كلها. قال هذه حطها عندك بس ما عاد ابي منك شيء راح اقعد في ذاك. وهو يتحزم طال عمرك ويلتفت على النخل وقلبه وينظف النخل تنظيف اللي الشيء اللي راح حطه عند الغنم والشيء اللي ما له سنع شب فيه. وهو يقوم يعزق النخل ويشوك وينظف وما شاء الله لا اله الا الله زين النخل كله صار ورده ما عاد ودك الا تتمشى فيه. يومين ثلاثه ما تم اربعه الا ما شاء الله لا اله الا الله عازق له حضان النخل ولا عايدن السواقي ومنظفن الثيل ومره. جاء ثاني حد قال تعال تعال يا ولدي تعال اقعد اقعد تقهو. ها اشهد بالله انك فلاح ولد فلاح لكن انت الحين على ظفرك هذا وعلى معرفك جاينا من وين يا ولدي انت جاي؟ قال انا جايك من نجد. قال جاي من نجد ما لقيت الرزق فيها؟ قال والله ندور الارزاق يعني. قال بيض الله وجهك وصلت ان شاء الله يا ولدي. المهم هالحين انت
الدنيا تبي والآخرة تبي. أنت حقك وأنا أبوك ما هم مثل الناس، أنت شاطر ترى مقامك أعلى. يعني مثل ما تقول يومية الرجال مثلا، خلنا نقول مثلا بربع ريال، هذا ياخذ نصف ريال. قال اللي تشوفه أنا أدور عيشه، بس أهم شيء بطيني. قال بطنك علينا ومقامك ثابت واشتغل. قال بيض الله وجهه ويسلك معه، ومع الوقت كل يوم يأكلون وجبتهم ولا قهوتهم جميع، يسولف راعي نجد على راعي البصرة كل يوم، وينك جاي؟ والله من ديرتي، ديرتي الفلانية، والشايب ثقيل، أنت ورا رجلك تذا يا عم سلامات. قال يا رجال زطحت مبطي ما 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 ودي أحس فيها. قال بكيفك. راحت السنين، صار ولد وابوه لجع عنده ضيوف قام بهم ويذبح الذبيحة ويطبخها ويزين كلش وهبريح والمزرعة وزاد الحلال، صار النخل مثل ما تقول لجاموس من الحنطة يدخل ويبيعه، هم يجيب الدراهم يكبها عليه. لجاب موسم التمر مثل، لجاب موسم الخضرة مثل، ودلوا يأكلون في البيت ويعطون جيرانهم ويبيعون. المهم ما شاء الله لا إله إلا الله خلال 7-8 سنين بركتر عليه لا إله إلا الله. بعض النواصل، هذا من النواصل المباركة سبحان الله. إيه قال يا عم بيك عاد ترخص لي، أنا وراي أمه وابو وراي أهلي، والله ما أدري هم حي ولا ميتين، والحين أخذت عندك 7-8 سنين إيزي، يكفيني غربة. قال تكفون يا عمك، أنا كبرت زود وأنا رجلي عايبة، وين تروح وتخليني؟ قال اعذرني دور لك فلاح غيري. قال ماني بلاقي مثلك، لكن تدري جاسم، قال بجمع لك اللي عندي كله، ولهم آخر ليلة يتوادع هوية ويعطيك كل حلال خير، ما هو بسوالي فاجتمعت مع مرور الزمن. قال عز الله إن شاء الله، إن شاء الله يقول الوليد على نياته. قال هذا رزقي إن شاء الله اللي الله أمرني، اللي الله أمرني يجيله، جزاك الله خير يا عم فلان. قال لا أصبر أصبر وأنا أبوك أصبر. قال وشو؟ قال أنت منين يا ولدي؟ قال ما قايل لك أنا ديرتي، ديرتي الفلانية، ترى تو ما جاء العجب يا الربع. قال أنا ديرتي الديرة الفلانية. قال شوف يا فلان، أنا هالحين شايب ولا عاد فيني حيل أصل ديرتك، لكن ترى ديرتك فيها ذهب أنا موزيه. يوم ناظره الوليد قال أجل هو أخاف أنه خذرف بدأ إيه يضيع. قال بسم الله عليك يا عم وش بلاك، الله يحييك أنت، ترى إحنا في العراق الله يطول عمرك. قال أنا معي علم، وأنت ديرتك ديرت الفلانية ولا لا؟ قال لي قال أنا موزن فيها ذهب. وش ذهبه؟ وش عرفك أنت بديرتي هالحين؟ قال لا أنا ديرك ساكنها 4 سنين. قال شلون؟ قال أنا بعلمك عاد هالحين ما دامك تمشي باسر أنا بعلم. أنا وأنا أبوك يومني شباب أنا كنت عسكري تبع الدولة العثمانية، وجي جانا أمر عسكري إن حنا نجي الأماكن البرية وفي نجد وحول نجد تمشيط وتوطيد أمن، حنا ما ندري عسكر مامورين، واستقرينا في ديرتك اللي أنت تقول 4 سنين، وترى فيها القصر الفلاني، قصر طين معروف إلى الآن موجودة آثاره إلى يومك هذا. قال إيه إيه صادق القصر، إيه بالله أعرفه. قال ما عاد بقى فيه إلا بس باقي القصر. قال إيه. قال المهم إلا طلعت من المسجد رح مع السوق الفلاني عند نخل فلان. لا والله إنه صادق. قال إيه بالله هذاك نخل الفلان. قال إيه داري خله ألين ينتهي جدار، ثم أنت يا من مع السوق الفلاني. قال إيه. قال هم يجي وجهك بيت فلان لف يسار، شوف إلا لفيت يسار فيه جدار نخل ولا لا؟ قال إلا. قال فيه حصات، خبروا الحصى اللي حط كبار في عرض الجدار. قال احسب 3 أشبار من وراء الحصات على قد وقفة الرجال، واحفر في الجدار نفسه تبي تطلع لك دلة هذا كبرها مليان ذهب. هذا يا ولدي يوم إن عسكر واستوطننا هناك رحنا نتمشى أنا وأخوياي فلان وفلان الله يرحمهم، وما أدري وش بنحفر نسوي وجار، وطلعت لنا هالدلة يوم نبزناها له والله مليان ذهب. قلنا رجعنا بها للمعسكر بياخذونها منا غصب، احنا عسكر وفيها اعلى منا رتب، ما لنا الا نوزيها ونرجع لها. وين نوزيها؟ كنا في ليل وزيناها في هالجدار عشان ما حد ينتبه له، جدار نخل. طيب وبعدين؟ قالوا بعدين. طيب الله يفارك يا ابو سعد. قالوا بعدين طال عمرك رحنا في مواجهه عسكريه وذبحه واخوياي اثنين، ما عاد بقى لنا يدري عن الذهب هذا، وحنا راجعين منتهيه مهمتنا تواجهنا حنا وناس، وصار بيننا وبينهم رمي وأصيبت رجلي، وهذا اللي عابت رجلي منه. ومن ذاك الزمان وأنا رجعت برجع، رجعت برجع، حين كبرت
واغتنيت والحمد لله ما عاد لي لازم فيها الحين انت ولابيها ولدي روح اخذها الله يرزق. صار النخل نخل ابوه نخل ابوه اللي هو طالع منه سبحان الله العظيم سبحان الله رؤيا تفسير رؤيا سبحان الله بس راح ياخذ العلم وين فيه اللوكيشن وجاء سلامتكم الله يبيض وجهك ويرفع قدرك ويسعدك يا ربي يا الله.